تعالوا بقى نشوف اخر اشاعه او اشاعه فضلت او رجعت تستعيد نفسها وتتردد على ساحه بقى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. الاشاعه دي كانت بتقول ايه بقى؟ بجد مكتوب كده انه في ميكروب جديد منتشر في مصر. طيب قالك الميكروب ده بيصيب الدواجن وتحديدا الفراخ، والاشاعه دي لا حددت طبيعه الميكروب ولا اي حاجه ولا قالت تاثيره ايه بالظبط، بس كده لا نسبوا للاطباء البيطريين انهم بيشكوا، قالوا يعني انه من ضمن الحاجات عشان الناس تصدق الاشاعه فقالك طب نحط فيها اسم الاطباء البيطريين، قالوا ان في فطريات في العلف بتسبب هذا النوع من الميكروب، وان اي نوع من انواع الفراخ يظهر عليه العلامات دي، واحنا هنوري لحضراتكم الصوره علامات كده عامله زي رشه الفلفل الاسود كده بالظبط، انه تترمي فورا وان دي هتبقى سامه وما الى ذلك. فاحنا قررنا مع حضراتكم نقول لكم دي الصور اللي منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونروح لاهل العلم الدكتور طارق سليمان توفيق رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ اسماء، وصباح الخير لكل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بكل خير يا رب، ومصر دايما بخير يا رب يا دكتور طارق. وخليني اسال حضرتك عن حقيقه ما تم تردده، معرفش حضرتك شفت هذه الصور ولا لا، بقع سوداء على يعني على لحوم الدواجن، وبيقال انه هذا نوع من انواع الفطريات او الميكروبات بيجي من فطر العلف، يعني انا مش فاهمه هل ده صح ولا غلط. فندم اي علاف تصنع داخل جمهوريه مصر العربيه بتخضع لرقابه صارمه، واحنا الدوله في مصر هنا نطبق قرارات ومعايير وضوابط واشتراطات على صناعه العلف اكبر من اي دوله واقصى من اي دوله. اولا بيتم المرور المفاجئ من خلال لجان مشكله ممثله من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، ومعانا المركز الاقليمي للاغذاء والاعلاف والهيئه العامه للخدمات البيطريه مع الشرطه المختصه. وبتكون تفتيش ومرور مفاجئ على مصانع الاعلاف، بنتاكد اولا بنسحب العينات من المواد الخام وبنشوف طريقه التصنيع، ثم عينات من الماده او من العلف النهائي، ونتاكد ان عمليه التصنيع بتتم طبقا في لمصانع مرخصه من وزاره الزراعه، وبتتم لتسجيلات معتمده من وزارة الزراعة برضو طبقا للمعايير العلمية العالمية المعترف بها. جاي يعني دكتور طارق حضراتكم ما عندكوش اي شكاوى من العلف او مش حاجة اسمها فطر العلف او حضرتك الرقابة دي بتبقى على مدار الساعة وعلى مدار السبعة ايام. كويس جدا. نرجع كده لاول رمضان او حتى من منتصف ثلاثة، ان كان معالي وزير الزراعة اعلن مرارا وتكرارا والاخوة المواطنين ان احنا عندنا الحمد لله مواد غذائية بتغطي الاحتياجات وزيادة، وطلبنا من الاخوة المواطنين عدم التكالب والتزاحم على المنافس التسويقية، لان برضه حصل اشاعات في الوقت دوت ان مفيش مواد غذائية هتكفي، وان احنا داخلين على ازمة، وان يبقى في مشكله في توافر الغذاء، واحنا حذرنا يا جماعه علشان ضعاف النفوس ما يستغلوش الكلام ده ويغلوا الاسعار او يحتكروا السلع وهكذا. وفعلا الوزاره وعدت واوفت، يمكن في ظل ظروف الراهنه وفي ظل العالم كله بيتكلم عن كوارث ومشاكل ونكسات، الحمد لله والشكر لله مصر تتحدث عن انجازات، ووزاره الزراعه يمكن احنا لاحظنا ان الاسعار ثابته ان لم تكن منخفضه مقارنه بالاعوام السابقه، واحنا في ذروه الاستهلاك وفي ذروه الطلب على المنتجات، لاحظنا ان الكميات الحمد لله متوفره، فهذه الاشاعات لن تنتهي، وبيحاولوا في اي وسيله وباي طريقه ان هم بيشككوا في المنتجات وفي الكفاءه. عندنا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله نصدر اعلاف. يعني ايه نصدر اعلاف؟ يعني ثقه العالم قد ايه فينا وفي منتجاتنا وفي اعلافنا، لان احنا عندنا معامل مرجعيه عالميه معترف بها، وعندنا ثقه في طريقه تصنيع الاعلاف عندنا. انا بشكرك جدا الدكتور طارق سليمان توفيق رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه. ده احنا بنصدر الاعلاف،
يعني بنصدرها وما عندناش علف مستورده ولا اي حاجه، ما عندناش حاجه اسمها فطر العرف. ايه يا جماعه؟ وبالمناسبه عايزه اقول لكم على حاجه، اشاعات الفراخ والبطيخ وايه تاني على ما افتكر، يعني احنا كل سنه في نفس التوقيت بالمناسبه عندنا نفس الاشاعات، نفس الاشاعات بالظبط لنفس المنتجات، والناس لو رجعت لمصادر الاشاعات دي هيلاقوا كوبي بيست، يعني ماشيه معانا كده ايه 2017 2018 2019 2020 مكمله، يعني نفس الاشاعه ليها علاقه بنفس المنتجات، وكل سنه بيحصل على نفس الكلام. مع ان انا عايزه اقول لكم على حاجه، الحمد لله رب العالمين الفراخ زي الفل، ما عندناش اي شكوى منها، والبطيخ حلو حلاوه السنه دي بجد ما شاء الله، يعني ده غير ان احنا منتجاتنا الزراعية موجودة في العالم كله دلوقتي الحمد لله.